موضوع حلو كتير كتير لكل زوج وزوجة عم بيتحضروا ليكونوا أم وبي لأول مرة. شو هي المعلومات اللي لازم يعرفوها من بداية الولادة ونمو الطفل؟ وإن شاء الله يا رب هالنعمة ربنا ما يحرمها من بيت حدا. لنعرف أكثر كل هالتفاصيل طبيب الأطفال المحبوب من قبل الأولاد وأهاليهم كمان، هلا أكيد النسوان أكثر من الرجال، بنعمل له مشكل ما بعرف. دكتور وسيم بيطار، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لي، كيفك؟ ما علينا، يعني البيات بيجوا مع النسوان ليحكموا أولادهم عندك ولا بيتركون يروحوا لوحدهم؟ لا لا، اكيد الكل بيكونوا انترستد، لانه في مصلحه البيبي والاهتمام بالبيبي. عم مؤخرا عم نلاحظ هالشيء، انه عم بيكون الاهتمام من البي ومن الام، صحيح. وهيدي ظاهرة عن جد كثير كثير أنا بحبها، لأنه الكابل لازم يكونوا اثنيناتهم انفولد بالاهتمام بالبيبي، إن كان صحيح. البي وإن كان الأم، لأنه بطل في مرأة قاعدة بالبيت والرجل العامة، صاروا اثنيناتهم بيشتغلوا، اثنيناتهم لازم يكرسوا وقتهم الفاضي لابنهم لحتى ناخذ النتيجة الأفضل لبعدين. يعني الحمد لله المفاهيم تغيرت للإيجابي. أكيد 100%. دكتور، أول مرة أم، أول مرة بي، شو لازم يعرفوا؟ أول شيء لازم يعرفوا لي إنه هيدا التغيير اللي عم بيصير بحياتهم ياخذوه دائما بشكل إيجابي، لأنه هيدي المرحلة بتعرف، خاصة الكابلز إذا كانوا جون، إذا كانوا يونغ، كانوا عايشين حياتهم، فجأة إجا بيبي على البيت، ريتم حياتهم، نظام حياتهم، النمط، كل هالقصص رح تتغير. في نعم، منهم بياخذوها بشكل سلبي وتبلش المشاكل داخل الكابل من أول ما يجي البيبي على البيت، وبالتالي بصير في من بعدها مشاكل، وصولا يمكن الى الو ايه، عم نسمعك، تفضل. الو عم نسمعك دكتور. يمكن يجي بعدها وصولا الى حتى مشاكل، وصولا الى الفراق او الطلاق. مشان هيك تقبل هذا الموضوع واخذه بشكل ايجابي هو ضروري. تقدر تاخذه بشكل ايجابي، لازم يكون في نوع من توعيه، مثل اختياركم للموضوع اليوم، لانه هذا شيء كثير اساسي، انك تعلم الاهل خاصه لما يكونوا اول مره عم يجون بيبي كيف يهتموا بهالبيبي، شو الاشياء اللي رح يشوفوها رح تكون غريبه بالنسبه لهم، وياخذوها بشكل هين حتى ما تتغير حياتهم. نعم، شو الأولويات أو الأشياء الأساسية اللي بنقدر ننطلق منها دكتور وسيم بيطار؟ هلا الكونسبت الاساسي اللي لازم نرتكز عليه هو انه دائما تقبلوا الاشياء الجديده بالطب. يعني انت اذا كل الاجيال اللي قبلك بنفس العائله تربت على شغله معينه، راح اعطيك نعم. مثلا البوزيشن النومي. نحن من 3 أو 4 أجيال كانوا ينيموا الولد على جنب او على بطنه، كانوا يفكروا انه بهالطريقه اذا البيبي استفرغ ما بيختنق بحليباته. صحيح. هذا كان ماشي لحد تقريبا 12 سنه لورا. من 12 سنة لورا اكتشفنا انه واحد من الاسباب الاساسية للموت الفجائي تبع الرضع، وهذا الشيء موجود اسمه سيدز سادن انفنت ديث، الموت الفجائي للرضع بتتفادي اذا بتنيم ابنك على ظهره او بنتك. سو بدنا نتقبل انه رغم انه اجيال اللي قبلنا نامت على جنب وعلى البطن، هلا لازم ننيم الولد على الظهر، لانه هذه البوزيشن اذا عليت التخت 15 درجة وما حطيت مخدة تحت راس البيبي، نعم، نحمي البيبي من الاختناق. هيدي شغله، ثاني شغله من الكونسبتس اللي مضطرين نغيرها هي حراره الغرفه. كمان نحن معودين انه بنحب ندفي وبندور الشفاج وبندور الصوبيا بالجبال. بتفوت على البيت المراه اللي مخلفه جديد، كان بالصيف او بالشتاء، عن جد بتكون الحراره مرتفعه جدا لدرجه خانقه يعني. هلا كمان تبين انه لحمايه البيبي من الموت الفجائي لازم حراره الغرفه تكون بين ال 19 وال 21. نعم. هيدي كمان لازم نقتنع فيها. وغير هيك مثلا لازم نقنع الاهل انه ما لازم الولد يلبس كثير ونسمك كثير الثياب. قبل كان في كونسبت، في مس كونسبت بيقول انه البيبي لازم يلبس دائما طبقه زياده عن اهله. هلا لا، صرنا بنلبس البيبي مثل ما لابسين اهله، يعني ما في نعم. نزوم
تسمك تياب البيبي على البيبي، بيشوك مثلك مثله والبيبي بيبرد مثلك مثله. يعني اذا دكتور، يعني حطيت اصبعك على الجرح ووصفت الحاله ببدايه حديثك، لان دائما يعني الامراه اللي وضعت مولوده بتستعين يمكن بامها او بتستعين بحماتها. هلا بامها بتضل تتفاهم معها، بس بحماتها بتقول لها انا هيك عملت وانا هيك عملت. عن جد بيصير في صراع اوقات، وخاصه يعني اذا المراه اللي وضعت مولوده ما فاتت بحاله نفسيه متعبه، لان في البعض بفوتوا بالبيبي بلوز، صحيح؟ يعني بيصير في التعاطي معهم شوي صعب. 100%. هلا السيدة أول ما تولد بتقطع بمرحلة نفسية صعبة، إن كان ضغط جسدي أو ضغط نفسي، وهيدي الضغوط إذا كنت أنت محضر قبل ما توصل لها. مشان هيك لازم يكون في زيارات قبل الولادة لطبيب الأطفال وللقابلة القانونية ليتحضروا. صار في دائما في بكل المراكز صار في سيشنز قبل الولادة لحتى نحضرها لهودي الأشياء، لأنه حتى بتعرف إلي مثلا، بتعرف إنه معظم السيدات ما بيعرفوا شو يحطوا بالشنطة اللي بياخذوها معهم لما يروح يولدوا مثلا، ما بيعرفوا انه مش بحاجه لكثير اغراض. نحن ماكسيموم بس بحاجه لانه يكون في عندنا كوش، ويكون عندنا كميه بوديز زياده للبيبي، او البادي اللي بيلبسهم البيبي. اكيد الاهل فهموا شو قصدي، ولا اكثر ولا اقل. اول دخول على المستشفى ما في لزوم ناخذ معنا كثير اشياء وكثير هودي. سو هيدا كمان جزء من التحضير اللي بيخلي السيده تروح مرتاحه للولاده. مثلا كمان السيدة اللي لازم تعرف انه وقت الحمام مثلا لازم يكون بعد الظهر، لازم يكون الصبح، لازم يكون ليت افترنون، يعني بنقول 5 6 او 7 المساء، لانه بهذا الوقت البيبي بيتحمم وبيرتاح وبينام من بعدها 2 3. هلا يعني ليش نحن بنفضل بعد الظهر؟ بنشرح لها، لانه اذا كان جوزك عم يشتغل حتى يرجع ويشارك معك بالحمام، هذا اول سبب. وتاني سبب لانه البيبي قلت لك بينام وبيرتاح بعد الحمام، لازم هالفتره الراحه اللي بتجي بعد الحمام للبيبي تكون لعوده الكوب ليلتقوا، لانه دائما دائما بينسوا حالهم، بينسوا انه هن اساسا الكوب، لو ما كان هو موجود هالبيبي ما كان موجود. سو صحيح. بس ينام البيبي بيرجع بيلتقي الكوب، بيقعدوا بيتشاوروا وبيحكوا. اكيد خارج الكورونا بدهم يستقبلوا الزوار. سو كمان هيدي نقطة إذا محضرين لها بيكونوا جاهزين. نعم، رح نتابع معك بالنقاط، بس على سيرة يعني مشاركة البي والأم بالاهتمام بطفلهم، في رجال ما بيسترجوا يقربوا على ولد لبعد 10 أيام، أسبوعين، 3، ولا يحملوه ولا بيقربوا، بيقول لا هيدا شغلتك، بس يكبر ويقسى عظمه شوي ساعتها أنا بهتم فيه. قد إيه كمان هيدي التوصيات مهمة للبي، لأن هيدا كاركتير فينا هذا نغيره؟ المجتمع الذكوري هيدا بدنا نخلص منه هالفكرة. ما في شغلة حدا بالتربية، شغلة البي والأم أكيد أكيد أكيد، الاثنين بدهم يتعاونوا سوا يربوا هيدا البيبي. وأنا عندي كابلز عن جد بعقده من أول نهار بتشوفهم، حتى فكرة سكين تو سكين هلا برجع بوضحها أكثر، ببلش في كتير بي عم يطلب كمان يعمل سكين تو نعم، يعني سكين مع بتصور ابنه. عم تابع معك دكتور، بس لأن كونكشن قطعت شوي. ايه اللي كنت عم أوكي، اقول لك، اللي ما بيعرف شو السكين تو سكين، السكين تو سكين هي وضع المولود الجديد اول ما يخلق على دغري، هو بلا ثياب، على بشره امه لحتى يشم الريحه ويحس في كل شيء دغري من الاول. بقى في صار في كمان بيات عم بيطلبوا انه ينعمل سكين تو سكين عليهم كمان دغري بعد الولاده. بقى بالعكس انا كثير مبسوط من مشاهداتي بالكابلز اللي مؤخرا عم بيولدوا اولاد، وقديش عم بيكون في مشاركه من اثنيناتهم، وهيدا تطور كثير حلو بمجتمعنا الحمد ما لله. كنت شوف من 20 سنه. نعم دكتور، حكينا عن حرارة الغرفة كيف لازم تكون، عن التياب قد ايه لازم نتقل او ما نتقل، عن وضعية النوم اللي كتير مهم، يعني الدراسات الجديدة انه على الظهر افضل مع رأس عالي. حكينا عن قصص التعاون بين البي والام، بدي احكي عن شغلات كمان بحسهم بينقذوا منها يقصوا الضفير، يعني تنظيف المنخار والدينه الى ما هنالك من قصص يعني بيعملوها بيصيروا مرعوبين هن وعم بيقربوا فيها على ابنهم او بنتهم.
صحيح صحيح. نحن كنا قلنا انه بتحمموا البيبي بعد ليت افترنون بعد الظهر. من بعد ما يتحمم البيبي لازم دائما يتنظف المنخار لان بمحلول المي والملح، اكيد بلا ما نسمي براند، لانه محلول المي والملح هو بينظف كل شيء افرازات داخل الانف. هلا انا بنصح دائما بشفط يعني بس تحط المي والملح لازم ينشفطوا من بعدها، ما ندخل قطعه تيشو او قطعه ماش او شيء بالمنخار، دائما لازم نشفط لبرا. في البعض عندنا طريقه بيعمد إلى استعمال الكوتونتيج دكتور بيطار. ابدا ابدا، وهيدا شيء خاطئ جدا. حتى كل حكم الانف والاذن والحنجره بيحذروا من استعمال كوتونتيج بالمنخار وبالدينه كمان، نعم وخصوصا كمان لانك سالتني عن تنظيف الدينه، نحن ما لازم نستعمل كوتونتيج. حتى الكوتونتيج في بتلاقي بالسوبر ماركت كوتونتيج تخينه، صحيح هيك بفكروا انه هيدي لتنظيف الدينه من برا، بس انا بصراحه كوتونتيج لتنظيف الدينه لتنظيف الصمغ من الدينه ابدا ما بننصح فيه، بالعكس خطير، وهو حتى بفوت ما بيظهر للصمغ. نعم فيكم تكتب بس بمنشفه او قطعه قماش نظيفه بتمسحوا الدينه من برا بس، والدينه هي بتبزق الصمغ لبرا، مش بحاجه لاي شيء. هلا في بعدين حالات بيقولوا انه يجي، انا رحنا عند البيديات وكان الصمغ محجر بقلب الدينه واضطر هو يشيلها. بهالحالات بس بيضطر الطبيب انه هو يشيل الصمغ بالبانس تبعوله اللي بيكون عنده اياها. بس نعم انتو دائما رح تصير ما تحطوا كوزمتيج بيمشي الحال. وبدي شدد على قصه تنظيف المنخار، في عاده او في ميس كونسبت كمان انه لازم لما ننظف المنخار يكون الولد نايم ونحط المي وملح يفوت من ميلي يظهر من ميلي. نعم هيدي بتصير برضه، يعني انه تتصير مش دائما. نحن بكفي انه نحط مي وملح بكل انف، يا بيبلعهم يا بيعطس لبرا وبيظهر كل شيء. وبعدين اذا ما بلع او ما عطس فيكم ساعتها تشفطون بالموش بيبي. في كمان كثير برانس تقدروا تحطوه بمنخار البيبي وتشرقون بينزلوا بالموش بيبي. هيدي اضبط طريقه واحسن طريقه. هلا لما يصير في رشح او زكام، لانه نحن هلا بالفلو سيزون، ساعتها بتصير تنظف المنخار اكثر من مره بالنهار. بس اجمالا بالايام العاده لما ما يكون في فلو، لما تكون النفس منيح ما في صوت بالنفس عند البيبي، يكفي ننظف المنخار مره واحده مرة واحدة بعد الحمام بعد الوقت الحمام. المثالي. طيب دكتور قلت لي بعد الحمام يعني وفترة بعد الظهر الشاور بيكون أفضل لأن بنام له ساعتين ثلاثة. طيب ساعات النوم والأكل كيف لازم تتقسم؟ هيدي كمان شغلة مهمة بيحبوا يعرفوها المتزوجين. 100% لانه هي اكثر وحده بتخرب ريتم الحياه. انا دائما وهي معروف فيها انه اول شيء رقم ال 40 يوم مش موجود، ما في شيء انه بكره بيرجلش وحده على 40 يوم، اصلا 40 يوم ما لازم بقى، يعني بيحطوه بكثير اشياء بتربيه الولد وكذا، بس هن مش مظبوطه. نحن بنقول اول 60 يوم، يعني اول شهرين من حياه البيبي، انا بقول هو بيربينا اول شهرين، يعني بيفرض علينا الريتم تبعه، هو بيقدر يكون عم يقلب ليله ونهاره. وما تجربوا اول شهرين انه تنظموه يصير ينام بالليل، لانه البيبي اصلا اول شهرين مقلوب نظام الليل والنهار عنده. بس انتم بهالفتره خلوا اوضته بالنهار تكون مضويه حتى يعرف شو يعني الضوء بالنهار، وبالليل تكون معتمه. اكيد مش العتمه الزيرو، لانه بدكم تضلكم تقدروا تقشعوا البيبي تتراقبوا. هيدي شغلة أساسية، بس تلعبوا على الضوء بشكل مظبوط، هيدا بيساعده ليبلش يصير رادي إنه ينام بعدين بالليل. على عمر الشهرين في تكنيك اللي هي كرايت أوت وكذا، في كتير طرق نعلم البيبي ينام بالليل. نعم بالنسبة لنقطة دكتور الأكل، بس إذا بتسمح لي لأن بدنا نروح على موجز الساعة 10، من بعد رح نكفي نحكي عن الرضاعة أو الأنينة، نحكي عن التعامل مع البكاء، مع يمكن الأدوات اللي بتعطي موسيقى حتى يتعود على العجقة، وكتار من هيك اللي بيعترفوا فيهم الأهل إنه هودي بيساعدوا الولد ليبنوا بشكل سليم. إنما هلأ لزميلتنا ريتا الكلمة مع موجز أخبار الساعة 10. شكرا ريتا. نرجع بدورنا لدكتور وسيم بيطار طبيب أطفال. كنا عم نحكي عن موضوع حلو كتير مثل ما وصفته، أول مرة بتصير أم، أول مرة بتصير بي، شو هي الطرق اللي لازم تسلكوها حتى تعتنوا بابنكم وتعيشوا هيدي النعمة الحلوة اللي ربنا أعطاكم إياها. دكتور بيطار قبل الموجز كنا عم نحكي عن تنظيف الأنف، تنظيف الأذن، كنت سألتك عن ساعات النوم وإطعام المولود الجديد.
صحيح. هلا نحن كنا عم نقول لي انه اول 60 يوم البيبي هو بيربينا، يعني بيعمل اللي بده اياه، نظام الليل والنهار، وقلنا انه لازم الغرفه تضل بالنهار مضوايه وبالليل عتمه، بس مش عتمه قويه لقدر نراقب بشكل البيبي وتصرفاته. وهون بس ملاحظه انه البيبي لازم يضل نايم بغرفه اهله، بنسميه كو سليبنج، بس مش بذات التخت، بتخت منفصل بس بنفس الغرفه على الاقل 6 شهور. هيدي بالنسبه للنوم. بالنسبه للاكل، البيبي تخليه ياكل عند الطلب، يعني ما تحمله ساعه ويلا صار وقت الاكل او ما صار وقت الاكل، لانه البيبي بحق له ياكل بحدود 12 رضعه بالنهار وايت بال 24، ميوت. يعني ايه عفوا، في عندي سؤال من ام زميلة لنا، وايت ميوزك منيحة للبيبي؟ عم تسألك زميلتنا ريتا لتعرف كيف تتعامل مع أكيد بنوتتها. اكيد أكيد لملي على ريتا. وأكيد أكيد لازم يكون في ميوزك، لأنه كيف بتعود الولد على نوع معين من لايت الموسيقى؟ الوايت، عم تسأل عن وايت، الوايت. مظبوط مظبوط، وايت ميوزك وصل. صحيح. اوكي. لازم الولد يسمع وايت ميوزك، ينحط مثل كمان باك جراوند ميوزك، حتى انتم فيكم تختاروا ويتش تايب اوف ميوزك تستعملوا. كمان بالنسبه للاكل، البيبي بيقدر يرضع 12 رضعه بال 24 ساعه، بيقدر ياكل كل ساعتين تقريبا، شرط ما يكون عم بيرضع بس مثل كانه تيتين، يعني بحب البيبرون حتى بس يحس بالامان، لازم يكون عم بياكل عن جد. بالنسبة لساعات النوم، إذا غطس بالنوم 5 ساعات خلوه نايم 5 ساعات، وبعد 5 ساعات بتوعوه لياكل. يعني حرام إنه هي خلص صار وقت وياكل بوعوه ويكون نايم ومرتاح. هذه شغلة كثير أساسية، عدد ساعات النوم وعدد ساعات الرضاعة. هلا كيف تعرفوا إنه البيبي جوعان أو مش جوعان؟ أنتم بتطلعوا بالكوش، إذا مش عامل بيبي يعني ما أكل بالرضعة السابقة كمية كافية انه تخليه جسمه يتغذى كفايه لحتى يفضي بيبي. اذا نعم ما في بيبي اجبروا البيبي انه ياكل. وثاني شغله، اذا البيبي عم يبكي يعني مبدئيا بيكون جوعان. هلا اكيد اذا بعد عندنا وقت فيه اشرح لك شو هن اسباب البكي تبع البيبي. بعد ما 3 دقائق دكتور، وهون يعني بفوت الى موضوع التعامل مع البكي، واذا يعني بنقدر هيك ناخذ هيك دقيقه اضافيه، لان قلت شغله كثير مهمه، وبشوف اهالي كثير بيعمدوا الى تحضير غرفه مستقله لابنهم، ومن اول ما بيجيبوه على البيت بيحطوه فيها، والبعض هلا طالما فتحنا سيره التعامل مع البكاء انه اتركه يبكي بيتعود، البعض بيحطوا له موسيقى صاخبه، اذا كان في عجقه بالبيت يتعود وما ياثر على نومه العميق. يعني بهال3 دقائق يعني حطيت قلت لك كل هالأسئلة، تفضل أنت بطريقتك دكتور. أول شيء، غرفة منفصلة لازم تكون موجودة من عمر 6 أشهر والطلوع، نعم ولازم ينقل الولد على غرفة ثانية بين 6 أشهر و 9 أشهر، بس بأول 6 أشهر بيضل بنفس الغرفة بنسميه كو سليبينج، بس بتخت منفصل وبشدد منفصل، مش بنفس التخت. ممنوع البيبي ينام بتخت أهله، لأنه للأسف شفنا كثير حالات وفيات عند الأطفال بيموتوا معس، لأنه الأم والبي بيكونوا كثير تعبانين، بيغفوا بيقدروا بإيدهم يضغطوا على البيبي ويختنق البيبي. هيدي بالنسبة لوين بينام البيبي. بالنسبة سألتني عن أسباب البكاء كيف نتعامل معه. البكاء عند البيبي أسبابه 5 أسباب. أول شيء بيخة، اللي هن أول شيء كاكاو بيبي بالبوش، بتغيروا له البوش. ثاني شيء عم يبكي لأنه جوعان من طعمه. ثالث شيء عم يبكي لأنه مشوب، بتظبطوا حرارة الأوضة مثل ما اتفقنا ببداية الحلقة، نعم الأوضة بين 19 و 21 بيسكت البيبي. رابع سبب، البيبي عم يبكي لأنه في شيء بتيابه زعجه، مثلا كلساته ضايقين، كفوفه ضايقين، البوش شديناها كثير على بطنه لما نعم سكرناها، في اتيكات زعجته، دونك بتشلحه كل شيء بيسكت. خامس سبب، البيبي بيبكي لأنه زهقان، تاخده من أوضة لأوضة بغير جو بيسكت. هلا اذا عملت هول 5 اشياء وبعده كثير عم يبكي البيبي، بتفوت بالاسباب اللي بدها تدخل علاجي، مثلا المغص السيفير، يعني كريزه بكي عند البيبي، مش نعم النق والفتش، الكريزه الكريزه هيدا المغص، اكيد الحكيم بيتعامل معها بالطريقه اللي لازم يتعامل معها. في يكون عندك التهاب بالبول ولو بلا حراره، في يكون عندك بعيد الشرع، نصران، حساسيه على حليب البقر، في كثير كثير اسباب ثانيه غير الاسباب البديهيه الخمسه اللي لازم تعملوها. بالنسبة للضجة، هلا كل المراجع بتقول انه البيبيات اذا بتدور لهم صوت استشوار بيسكتوا، وفي كثير بيقولوا لك انه ايه مزبوط، زبط عملناها وزبطت. هلا طبيا وعلميا
منا موجوده بولا كتاب طبي، بس انه بكل المراجع اللي بيجوا فار اكسبيرينس اذا بدك تقول انه ايه بتنجح اذا تزود لهم صوت السشوار بيسكت البيبي. بس انه مش شيء طبي هيك مثبت علميا بهالموضوع اكيد لا، ما في انه تعلي ضجه تعلي موسيقى اكثر من بكي البيبي هذا شيء غلط اكيد لا، نعم يعني انت عم بتخبي صوت البيبي بس مش عم تعرف شو هو، ما فيك نعم تتركه يبكي برامج، وخاصه بالشهرين الاوائل ما تروحوا للقساوه، يعني شوفوا نعم البيبي شو بده لانه ما بيعرف يعبر، بعدين بتصيروا تعرفوا شو هو، بتصيروا تعرفوا تتعاملوا معه بريحه، بتصير تسمح لحالك تتركه يبكي تما يتعود على الحمل والهز. بس اول شهرين اعملوا الاشياء الخطوات اللي عديناهم من 5 نقاط، بعدين استشيروا طبيبكم لانه في يكون في اسباب انتم فاكرين مش موجوده وهي عن جد موجوده، وزياده زياره الطبيب هي الاساس لانه بالعياده بشوف وزنه بشوف شو عم يصير بنموه، لانه هو كله مجموعين سوا بتخلي الطبيب يطلع بتشخيص لحتى نعرف هل بكي هو بكي عادي او بكي له نعم سبب طبي بده علاج. نعم شكرا على هالشرح المفصل، يعني كفيت ووفيت دكتور وسيم بيطار طبيب الأطفال، يعطيك ألف عافية، وشكرا كمان على هيك محبتك واهتمامك ومتابعتك لمرضاك الأطفال من خلال التواصل دايما مع الأهالي، يعني حتى مثل ما بعرف أنه حضرتك بتبادر للاطمئنان لتابع يعني مراحل الشفاء عند الأطفال، فألف تحية لك وشكرا لإطلالتك معنا بيوم جديد. مسي إلي، ثانك يو، وسلمنا على كل إكيب يوم جديد، ثانك يو. وصل سلامك مباشرة.